الترابيز أو دور العبادة أو المولات أو المنشآت العامة؟ بالنسبة للمنشآت ذات التردد العالي أو المتوسط من الأشخاص أو البسيط حتى من الأشخاص، بيبقى في 3 حاجات بنعملها كإدارات حماية مدنية وفق القانون والكود المصري للحريق. بنبقى معنيين وحاطين اهتمامنا على إنه يكون في هذا المكان وسائل إنذار تلقائية أوتوماتيكية تعمل 24 ساعة شغالة. يعني ايه وسائل انذار؟ بيبقى في حساس موجود في اعلى السقف، حساس، هذا الحساس بيحس بالدخان او بالحرارة. الحساس ده شم دخان او حس بالحرارة بيطلق اشارة تحذيرية للوحة بصوت مسموع وبضوء، بتبقى في زي فلاشر بيضرب، يعني مرئي، يعني صوت مسموع ومرئي انه في حالة خطر في هذا المكان. طيب لو اتأخرنا ما تعاملناش مع هذا الحدث في وقته، بنيجي نحط جنبيه رشاشات مية أو مادة إطفائية، بحيث إنه لو وصلت لدرجة حرارة معينة، لأ على طول الرشاشات دي بتشتغل أوتوماتيك لوحديها تطفي المكان، تطفي الحريق في بدايته. ثلاثة، وسائل وأماكن خروج آمنة للناس ومسارات آمنة للناس من المبنى إلى خارج المبنى. لما بيكون في بلاغات بتنتقل الحماية المدنية للمكان، إيه هي بقى أدوار أو مهام إدارات الحماية المدنية؟ تمام. إدارات الحماية المدنية معنية بالإطفاء النهري والإطفاء البري، يعني أي حوادث حريق برية، يعني شقق، مخازن، أي مكان، ده البر. والإطفاء النهري اللي موجودة في الأنهار، ده إحنا اللي دور هام للحماية المدنية، الإطفاء البري والإطفاء النهري. الإنقاذ البري والإنقاذ النهري. الإنقاذ البري اللي هو عمارات، حوادث طرق وما شابه، والإنقاذ النهري اللي هو في حالة وجود غرقة أو مصابين في المية. ثلاثة، التعامل مع المفرقعات في بلاغات المفرقعات. في بعد دي الادوار اللي هي الرئيسيه، في ادوار ثانويه اللي نحن بنسميها اعمال التدريب واعمال الشؤون الماليه والاداريه، لكن احنا بنتكلم فيه بالنسبه للبلاغات اطفاء انقاذ مفرقعات.